متواجدين في هذا المعرض هذا ديال الماكينات اللي تنستعملوها في ميدان النسيج. حنا في القطاع ديالنا اللي تيوظف عدد مهم من المغربيات والمغاربه اللي وصل 220 الف واحد الى حدود اواخر 2023، وتيحقق رقم معاملات لفوق 66 مليار ديال الدرهم في 44 مليار ديال التصدير. كان من الضروري باش نفكروا إمكانية تطوير القطاع وممكننا نطوره إلا بالاستثمار، والاستثمار كان خصنا نقربوا مصنعي الآليات من الوحدات الصناعية، ومن هنا جات الفكرة باش نستدعيهم ونشاركوا في تنظيم هذا المعرض هذا باش يمكننا نحفزوا الاستثمار تماشيا مع نداء صاحب الجلالة اللي طلب منا باش نساهموا في استثمارات تقدر ب 550 مليار ديال الدرهم في افق 2026، واحداث المساهمه ايضا في احداث 500 الف منصب شغل في افق 2026. حنا اليوم في هذا المعرض هذا تنطمحوا باش الوحدات الصناعيه اللي في المغرب تشوف اخر ما كاين في الماكينات واخر ما كاين في صناعه النسيج باش يمكن لهم يستافدوا من التحفيزات ديال لا شارت دانفستيسمون ويطوروا المعامل ديالهم باش يطوروا التنافسيه ديالهم ويطوروا المنتوج المغربي باش يمكننا نمشيو به الاسواق ما مشينا لهاش لحد الان، ويمكننا نطوروا رقم المعاملات ولما لا نشغلوا اكثر من المغاربه في القريب العاجل ان شاء الله.